يعاتب فتحة الصرف الصحي بحسرة بعد أن ابتلعت ابنه الوحيد. أبو علي لا يفارق الجلوس بقربها، يكلم فقيده بغصة وكأنه يسمعه. بابا ليش عبتني؟ ليش؟ أنا بدانيك سنين وأيام أفرح بيك وتجيك المدرسة وبالروضة وعدتك. ففي هذا المكان سقط ذو الخمس سنوات بعد أن ذهب ليشتري الحلوى بالقرب من بيتهم في قضاء الحسينية ببغداد، فكانت المرة الأخيرة. طالع بالليل راح لأسواق، هم دائما يعرفون جماعة الأسواق، يشتري منهم ويجوا هذا، وطالع مطفية الكهرباء وهي مفتوحة لا بها قبض، ففايت ففايت ما يدري هو ظلمة. بعد جاش دربي يعبر هذا رأسا واقع بيها ببلوعة زين، وهامليها لا حاط لها قبق، لا حاط لها فشي حتى تمنع العالم. راح يشتري بس يشتري، طلعت وراه ماكو ماكو. والله والله عبالي سجلة بالروضة، فرحانة قلت يوم الأحد سجلة، هو الوحيد اللي هذا علاه وما عنده غيري. الله لا يرضى عليهم، من وراهم وما راح. 20 عاما انتظرت هذه العائلة كي ترزق بولد، ثم رحل سريعا، دموعهم تنهمر عند حديثهم عما جرى، يحملون مسؤولية وفاته للناحية والشركة التي تنفذ المشروع بعد أن تركوا فتحة الصرف الصحي بلا أغطية كما يقولون، ويناشدون الجهات المعنية بأخذ حق طفلهم. هم يتحمسون، حمسهم شنو؟ لأن عندهم أهمال زين. أنت مدير ناحية ماكو، قيم مقام ماكو، زين مجلس بلدي ماكو، كلها فساد فساد. اليوم المسؤول يعاقبهم ايش سووا فيه هذا علي؟ علي رمشت عين راح من يمه، والله لو شوفه شلون حلو، لو شوفه شلون حلو. يما الوعد لي. وها هي قائمة ضحايا فتحة الصرف الصحي، يضاف لها اسم جديد. ضحايا تفجع عوائلهم بوفاتهم نتيجة الإهمال وغياب المتابعة من الجهات المعنية كما تقول الأهالي، فيما يبقى حق الرد في القضية مكفولا للجميع. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.